بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن زراعة البطيخ الأحمر أو الرجي أو الدلاع أو الحبحب زي ما بيسمى في جميع الدول العربية. بداية بس معلش بتأسف ان انا طبعا بطول في الفيديوهات لاني مشغول شوية بصراحة في ان انا بكتب كتاب عن الطماطم. بإذن الله تعالى بتناول الطماطم في الحقل المكشوف، بتناولها في تحت الأنفاق، وتناولها في البيوت المحمية. يعني أنا في كتب كتير فعلا مكتوبة في الطماطم، ولكن يعني بنحاول نقدم للناس حاجة تطبيقية أو عملية، بحيث يعني إن الناس تقدر تطبق جداول تسميد من ناس اشتغلت فعلا وخاضت التجارب في طين الأرض زي ما بيقولوا. تمام، فما علينا، بإذن الله تعالى يصدر كتاب بعد العيد بإذن الله تعالى، على حسب يعني ربنا ما يسهل الحال. دعواتكم بالتوفيق، ونبدأ نتكلم عن البطيخ زي ما قلنا. البطيخ طبعا إن إما إن إحنا طبعا معروف إن هو نبات من نباتات النهار الدافئ. بيجود البطيخ في معظم الأراضي، وعلى رأسها الأراضي الرملية طبعا الأفضل ليه. بالنسبة للبطيخ من المحاصيل اللي الاقتصادي بتاعها كويس لو نزل في وقت كويس. تمام، ممكن نزرعه في الأوبن فيلد الحقول المكشوفة، وممكن نزرعه في اللو تانلز اللي هي قدامكم دهية الأنفاق المنخفضة. بالنسبة للبطيخ حضرتك هنزرعه تحت الأنفاق المنخفضة علشان نطلعه بدري عشان نجيب محصول مبكر. إذا حضرتك ما اهتمتش وجبت محصول مبكر، يبقى لا داعي أساسا لأنك أنت تزرعه وتسلم أمرك لله وتزرع في الأراضي المكشوفة. تمام، في ميزة كمان، احنا بنزرع البطيخ تحت الأنفاق عشان ينتجه بدري وما يحصلش الحر، لأن درجات الحرارة لما بتعلى على البطيخ أكيد بتسبب فيه تشريخ كتير مهما كان اللي واقف وبيدير الزراعة في الأرض. تمام، أول حاجة الأصناف، أنا أوصي حضرتك بأنك تزرع الأصناف الموجودة في بلدك. الصنف الموجود في بلدك أهل مكة أدرى بشعابها، فالنبات اللي نفع عندك نتيجة شركات البذور ما بتجرب، فالأفضل إن أنت تزرع الصنف اللي هو يجود في بلدك، لأن الأصناف بتختلف في المسميات التجارية من دولة لدولة، فأنا ما رجحش إنك أنت تنقل بذرة من مكان لمكان. في أصناف كتير، أنا بحب السكات الياباني بصراحة، وبيني وبينه عشق يعني. تمام، بالنسبة للفدان، الكثافة النباتية للفدان أو عدد النباتات فيه، والله يعني ممكن العدد الفدان، طبعا كان زمان في مصر بنزرع 5600 زي الطماطم، بين الخط والخط متر ونص، وبين النبات والنبات 50 سنتي. بصراحة أنا مش مؤيد القصة دهيت، في سبيل إن فيه أصناف جديدة ابتدت تنزل الأسواق، والأصناف دهيت النمو الخضري بتاعها بيكون كبير ويكون كثيف، وبالتالي بيحصل لنا مشاكل بالنسبة للأمراض. فالأولى إن إحنا طبعا نوسع المسافات شوية، يا حبذا لو كانت 50 سنتي بين كل نبات ونبات، ويكون مترين لمترين ونص بين الخط والخط زي ما حضرتك شايف قدامك كده هو. تمام، عندي النهاردة بالنسبة لي أفضل، أيهما أفضل، البذور أم الشتلات؟ لو أنت هتزرع بدري طبعا البذور بتكون أفضل، لو أنت خبير وعندك استعداد إنك تخدم على البذور ال15 يوم اللي بتطلع فيهم دول، لأن على ما بتتم الإنبات حسب درجات الحرارة ممكن تقعد 15 يوم على ما بتنبت، وياريت حضرتك تزرعها في بداية شهر واحد. تمام، طب لو شتلات، الشتلات مش وحشة برضو يعني، ممكن تزرعها. الأفضل في الشتلات يا جماعة إن أنا بحطها في حي صغير في المشتل، فبقدر أهتم بيها وأقدر أعمل لها مجموع جذر كويس وأقدر أغذيها كويس، وبعد كده بنزلها برضو تحت الأنفاق. ولكن البذور المفروض بكون عاملها يعني في بداية واحد. لو أنا هزرع بذور، بزرع شتلات تبقى جاهزة في 20 واحد
لو انا هزرع شتلة، تمام، او في اول اتنين، بحيث ان انا الشهر والنص الاولاني، لان ال 15 3 او كمان يعني شهر 2 وشهر 3 بيكون برودة الليل. على فكرة يا جماعة احنا بنتكلم عن البرودة، بنتكلم عن برودة الليل في جميع انحاء الوطن العربي. اما برودة النهار، النهار كويس ما فيهوش برد ولا حاجة، الدنيا كويس، تمام. طبعا بنحط طبعا تحت النفق ده، هو بنحط تحته ملش، بنحط تحته ملش، ملش اللي هو البلاستيك، اللي هو البلاستيك اللي هو بيبقى الاسود او الابيض. وطبعا ده طبعا بيبقى ليه الفوائد بتاعته، ان احنا بنبقى محتاجين ان احنا اول حاجة ان هو يمنع الرطوبة عندي، لان المية اللي انا بروي بيها بتتبخر نتيجة الشمس. فلما بتتبخر في النفق الصغير ده هو بيعمل لي ابخرة كتيرة او بخار مية كتير، بيتكثف على النفق او البلاستيك ده هو، وبالتالي لما بينزل على النبات او بيعمل لي مشاكل كتير في قصة الانبات، اسف، في قصة الامراض الفطرية، تمام. فببقى واخد بالي من القصة ده هي كويس، وبحط الملش ده هو. الملش ده هو بيحاول بقدر الامكان طبعا ان هو بيمنع لي نمو الحشائش، ان هي تبقى كتيرة في تحت النفق، لان المكافحة طبعا مكافحة الحشائش تحت الانفاق بتبقى مشاكلها في ان انا لسه اغطي واشيل واغطي، مشاكلها كتيرة جدا، تمام. البلاستيك اللي انا بستخدمه لفوق ده هو طبعا المفروض السلك بيكون 5 ملي، تمام، ما بين السلك والسلك من مترين لمترين ونص على حسب. البلاستيك طبعا اللي بيكون عندي اللي هو اللي فوق بلاستيك النفق ده هو، في نوعين منه، في اللي هو يعني السمكة بتاعته عالية شوية، وده ممكن نستخدمه مرتين في الموسمين متتاليين، مفيش أي مشكل عندي. وفي اللي هو بيبقى خفيف زي اللي قدام حضرتك ده، وده بنستخدمه مرة واحدة فقط يعني، تمام. انا بأيد بصراحة اللي هو اللي احنا بنستخدمه مرة واحدة فقط ده هوت. ليه؟ لان هو ما بتعبناش بالنسبة للتهوية اللي احنا بنعملها فيه دهيا، طبعا ما بتكلفناش كتير، غير اللي هو اللي بنستخدمه اكتر من مرة، لان بيترفع من الجوانب من الجناب، بنرفع كل يوم وبنغطي، بنرفع وبنغطي، فيعني تكلفته بصراحة عالية، تمام. اما ده هو اسعاره يعني رخيصة، وبيستخدم مرة واحدة وخلاص، تمام. دي قصة البطيخ، وبإذن الله تعالى إن شاء الله بنتكلم في الحلقات الجاية بإذن الله تعالى عن التسميد وعن المكافحة وعن كل حاجة تخص البطيخ. اعتبروا ديت المحاضرة الأولى، وإن شاء الله في محاضرات تانية بإذن الله تعالى. حياكم الله، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.